بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم على مثال يخص اللين مانجمنت. المثال ده مستفيض وبيشمل كل اوجه اللين مانجمنت تكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرة. السؤال بيقول for a congested freeway، خلي بالك احنا بنتكلم على freeway مش multi lane highway. In order to improve the current level of service the decision makers are looking at three choices and you are supposed to make a recommendation for them. The average annual daily traffic volume 70,500 vehicles per day. Directional split 0.6, 60% and 40%. Peak hour volume proportion K 0.12. Peak hour factor 0.92. These are the data that we have. And we have VOR data. VOR stands for vehicle occupation rate, vehicle occupancy rate. فحاليا ده الكرنت الوضع الحالي. We have 6% of passengers are 2 persons per vehicle and 4% of passenger cars are 3 plus persons per vehicle. The rest is 1 person per vehicle. Here the expected, لو هنحط HOV lane هيبقى expected عندنا 18% 2 person vehicle with 12% 3 person and more persons per vehicle. طيب make reasonable assumptions for any needed data when evaluate current level of service for both sides. بأول تاسك عندنا نحن نشوف الـ level of service for both sides. طيب هنبتدي. انا بعت لكم الكلام ده اوكي. Now we'll start solving the problem with part A level of service assessment. Okay, for level of service, what do we need to know? We need to have a free flow speed and VP. صح؟ طب صح. The free flow speed هتساوي ايه؟ هتساوي ال basic free flow speed minus adjustment factor for lane width minus adjustment factor for lateral clearance minus adjustment factor for A for N minus adjustment factor for A يا شباب interchanges per kilometer ID way change distance change density density okay okay طيب خليكم معايا دي واحدة كده عشان أجيب الشارتس. جميل. طيب في حد عنده الشارتس يا شباب؟ موجود يا دكتور. جميل. البيزك خلينا نحط البيزك فري فلو سبيد هنا كانت كام؟ كانت 100 ايه. اللين ويدث عندي كام؟ 3.6 يبقى ريدكشن فاكتور 0. اللاترال كليرنس عندي الليفت شولدر 1.8 1.2 وعندي هنا 2.2 meters both sides يعني ال right shoulder في الاتجاهين 2.2 أكثر من 1.8 يبقى هنا 0. ال N عندي كام لين هنا؟ 6 lanes في reduction factor لدي؟ لا تصير 0. شوف كده يا ناصر. اللي هو الدكتور ال N ايوه نمبر اوف لين نمبر اوف
زيرو. طيب الانترتشينج نمبر، الانترتشينج دنسيتي عندي كام؟ الانترتشينج دنسيتي 5 per 10 كيلومترز نمبر اوف انترتشينج. دكتور سوري بس النمبر اوف لان هنا 3 ان ايتش دايركشن ف 4.8 الفاكتور. سوري ما انا اي نو تبقى 8 4.8. طب الانترتشينج هنا 0.5 انترتشينج بير كيلومتر، كام الريدكشن فاكتور بتاعها؟ هنا 2.1. لما هنجمع الكلام ده كله يطلع لي ان الفري فلو سبيد تساوي 93.1 واليونت كيلومترز بير اور. طيب الفي بي، الفي بي بتساوي الدايركشنال ديزاين اورلي فوليوم ديفايدد باي بيك اور فاكتور في ان في اف اتش في في اف بي. عندنا في بي ان بوث دايركشن، دايركشن 1 دايركشن 2. طب الدايركشنال ديزاين اورلي فوليوم هيساوي كام؟ هيساوي ال دي 0.6 في الكي 0.12 في الفوليوم اللي هو كان 70,500. This will equal to 5076 vehicle per hour. 5000 كام؟ 76. 5076 و 76. ايوه. vehicle per hour. طيب في الـ other direction 3384 84 vehicle per hour. طب تعال نشوف الفوليوم عندي، تعال نشوف ال FHV. ال FHV بتاعتي بكام؟ انا عندي هنا ال heavy vehicles 10% و train level، يبقى نقول 1 over 1 plus 0.1 في 1.5 minus 1 هتساوي كام عبد الرحمن؟ 0.95. جميل، يبقى هنقول هنا عندي 5076 divided by peak hour factor 0.92 multiply 3 multiply 0.95 multiply 1. If a VP1 هتساوي ألف وتسعمية وثمانية وسبعين passenger car per hour per lane. طب VB2 1291 جميل. طب عايزين نشوف الليفل اوف سيرفيس، الاتجاه الكونجستد هيساوي كام؟ انا عندي 1978 اوكي والفري فلو سبيد 93.1. دي مش هينفع ان انا اشتغل بيها بنظام اللي هو لازم اجيب السبيد شكلها صح؟ خليك معايا دي واحده.
هنا المعادلات بتاعتنا هنا بالنسبة للسبيد بلما أنا بتكلم على فوليوم في الحالة بتاعتنا احنا هنا 90 سم احنا أكتر من 1600 صح؟ احنا كام؟ 1600؟ اه بالظبط. ممكن نجيبها جرافيكالي اوكي، وممكن نجيبها هو في الغالب احنا كده ليفل اوف سيرفيس دي وهنا ليفل اوف سيرفيس هيبقى 1291 سي اللي هو يعتبر سي مرتفع يعني قريب للبي. واضح؟ طيب بالنسبه لليفل اوف سيرفيس عاوزين نحسبه بالظبط، عاوزين نحسب الدنسيتي. فاللي هنعمله يا شباب ان احنا هنحسب هنا ايه؟ السبيد. السبيد في الحاله دي هتساوي الفري فلو سبيد ماينس افتح قوس 1 over 28 23، الفري فلو سبيد ماينس 1800 اوكي مضروبه في في بي اللي احنا طلعناها هنا بلس 15 في الفري فلو سبيد ماينس 3100 ديفايدد باي 20 في الفري فلو سبيد ماينس 1300 والكلام ده اس تو ذا باور 2.6 وهنا اقفل القوس. يبقى السبيد بتاعتنا هتساوي الفري فلو سبيد اللي هي 93.1 ماينس 1 over 28 مضروبه في 23 في الفري فلو سبيد اللي هي 93.1. شايفين ده في الكاميرا يا شباب؟ واضح يا دكتور. حد يشتغل ورايا على طول كده. في بي حسبتها يا دكتور. ايه؟ اقول حسبتها. تمام كمل يا دكتور. ماشي. في بي تبقى 1978 بلس 15 في 93.1 ماينس 3100 اوكي على 20 في 93.1 ماينس 1300 الكلام ده كله اس 2.6 وقف القوس. هتسوي كام يا عبد الرحمن؟ 91.2 كيلومتر بير اور. يبقى الدنسيتي واحد هتساوي 1978 على 91.2 هتساوي كام؟ 21.6 21.6 passenger car per kilometer barely. ده level of service D وD سيء يعني قريب كمان من الـ A قرب على الـ E صح؟ واضح؟ صح 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 ايوه. بالنسبة للاتجاه الثاني الحالة أحسن بس مش أحسن قوي يعني. يبقى هنا عندك 1291 تقريبا هنقول ان السبيد تقريبا بتساوي يعني اس 2 تقريبا بتساوي الفري فلو سبيد مش هتفرق كتير. هنقول 1291 على 93 هتساوي 13.8 passenger car per kilometers per lane. يبقى ده ليفل اوف سيرفيس اللي هو سي بس سي مرتفع. ماشي الحال.
طيب احنا دلوقتي اللي عاوزين نعمله عاوزين نحسن مستوى الخدمة في هذا الطريق، تمام؟ طب ايه الاوبشنز اللي عندنا يا شباب؟ قالك evaluate use shoulders only during peak hour، تمام؟ ده اول سيناريو. طيب يبقى B usage of shoulders during peak hour. طب ده يعمل لنا ايه في الطريق يا شباب؟ في الحالة دي احنا بنعمل حاجة اسمها زي dynamic lane management، تمام؟ فبدل ما انا في عندي left shoulder 1.2 تمام؟ وعندي shoulders on both sides 2.2، لا انا باخد من left shoulder بضيقه تمام؟ وازود على الـ right shoulder، فبقى عندي هنا كده lane تقريبا 3.4، واضح؟ وممكن ناخد من اللينز الأساسية تمام و ويبقى عندك 4 لينز. بمعنى أنا كان عندي البروفايل بتاعي كان بهذا الشكل، ده هنا 1.2 وهنا 3 لينز at 3.6 وهنا شولدر 2.2 meters، ماشي؟ لا احنا هنحول الشولدر ده يبقى تقريبا لين، وهنخلي جزء هنا بس عشان الجيرسي بارير اللي هو تقريبا بنسيب له 0.6، ده الاشتراط المفروض ده يكون موجود، وناخد المسافة دي ونقسمها على بعضها. يبقى هنا عندي 2.2 وعندك 3 في 3.6 بلس 0.6. جمع الارقام دي كلها يا شباب، 2.2 بلس 3 ملتبلاي 3.6 بلس 0.6 13.6 13.6 اقسمه على 4 يا عبد الرحمن. 3.4 متر كم؟ 3.4. جميل، هناخد المسافة دي كلها هتبقى 4 على 3.4 meters. ده هيبقى الشولدر الجديد بتاعي تمام، وده الليفت. وساعة البيك اور ده هيشتغل معايا في الاوف بيك اور هيتلغي، هيبقى شولدر. واضح يا شباب؟ طيب يبقى في الحالة دي الفري فلو سبيد بتاعتي هتبقى كام؟ نرجع تاني، انا كان عندي البيزك فري فلو سبيد 100 تمام ماينس. طيب هنا اللين ويث بقى كام يا شباب؟ اللين ويث بقى 2.4، يبقى عندي ريدكشن ل 2.1، صح؟ صحيح. جميل، هنا في حاله البيك اور بقى عندي 4 لينز و 4 لينز، فيبقى النمبر اوف لينز عندي كام؟ ديكشن 2.4 لينز ان وان دايركشن 2.4. خليك بس معايا يا احمد، لينز ان وان دايركشن 4 تمام، والرايت شولدر كليرنس 0، لان كده ما فيش عندي شولدر، الشولدر بقى شغال معايا. الريدكشن فاكتور بتاعها كام؟ -1.9، صح؟ صحيح. طيب adjustment for number of lanes، انا عندي 4 يبقى -2.4، صح؟ احنا المساله اللي فاتت عملنا الادجستمنت ده كام؟ 4.8 number of lanes، لان كان 3 لكن 3 بالضبط. اوكي طيب ونفس الريدكشن فاكتور بتاع الـ 2.1 اللي هو 2.1،
بتاع اللي هو الانتن بتاع الانترتشينج ده يطلع لنا بكام في الاخر يا عبد الرحمن؟ 91.5 كيلومتر بير اور. طيب تعالوا نحسب ال VB1 هيساوي كام. ال VB1 هو نفس الفوليوم اللي احنا حسبناه المره اللي فاتت تمام، بكل الفاكتورز بكل حاجه، بس اللي هيتغير فيها ان هو ال N احنا مش حسبناها 1978 تمام، هنضربها في 3 على 4 لان احنا غيرنا اللان دكتور صح؟ نتغير عدد اللانات صح؟ لان غيرنا الان، الان بقى الان السابقه كانت 3 واللي عشان ما تلخبطش في بي 1 هتساوي الدايركشن ديزاين اورلي فوليوم اللي هو كان 5076 على البيك اور اللي هو 0.92 مضروبه الان الجديده بقت كام؟ 4 مضروبه في 0.95 في 1 هيساوي كام يا شباب؟ 1452 باسنجر كار بير اور بير لين. في بي 2 الاتجاه الثاني هيبقى كام؟ يبقى 3384 على 0.92 في 4 في 0.95 في 1 هتساوي 968 جميل. طيب يبقى الدنسيتي واحد هتساوي في الحالة دي احنا اقل من الليمت بتاع يعني احنا في الجزء اللينير تمام، ففي الحالة دي على طول ممكن نقسم مباشرة على السبيد. فهنا لان فرضنا دكتور ان السبيد تساوي الفري فلو سبيد صحيح؟ لا هنا هنا عشان 1452 اوكي 1452 لو بصيت في المنحنى اللي هو في صفحة 14 تمام، هتلاقي ان لغاية على سرعة 90 لغاية سرعة لغاية فوليوم 1750 لينير صحيح جميل. فهنقسم على 91.5 هيطلع لنا ودي 2 هيطلع لنا 968 على 91.5 كام ده؟ 15.86 باسنجر كار بير كيلومتر بير لين. ليفل اوف سيرفيس ها سي سي وهنا هيبقى 96.968 divided by 91.5 تمام 10.57 10.57 passenger car per kilometers per lane اللي هي بتبقى level of service B. حسنا يا شباب من الاول ده كان D وده كان C فوصلناهم الى هذا الليفل بدون ما نكلف اي حاجة تمام. طيب تعالوا نشوف another option هنعمل له evaluation. ايه الاوبشن الثاني اللي هنعمل له evaluation؟ اللي هو add an HOV lane on both sides okay that will operate only during peak hour تمام او introduce reversible lane. خلينا في السي احنا خلصنا ده خلينا في السي يبقى B Part C reversible reversible lane. طيب reversible lane انا عندي البروفايل بتاعي عامل ازاي يا شباب؟ عندي شولدر هنا كان 2.2 صح وعندي هنا 1
two, three. ده هو الجزء البارير ما بين الاثنين. تمام؟ ده هنا ثلاثة على 3.6، وده هنا كنا قلنا في 1.2 وفي هنا 1.2، وهنا ثلاثة على 3.6 وده شولدر 2.2. تمام؟ هنعمل تعديل بسيط، هنعمل مسار في النص، والمسار ده يجي هنا شوية ويجي هناك شوية زي ما احنا شفناه في الفيديو على الجولدن جيت بريدج، اللي كان في ماشين بتمشي وتعمل ريفرسنج للجيرسي بارير بتوين ذا تو اي دايركشنز. واضح؟ فاللي هنعمله التصميم الجديد يبقى في عندي شولدر هنا وعندي هنا 3 لينز ات 3.6، وفي هنا اللي ريفرسبل لين دي هيبقى عرضها 3.6، وفي هنا بارير. تمام؟ هسيب جنبه من هنا ومن هنا 60 سنتي ومن هنا 60 سنتي، وهو سي 40 سنتي. تمام؟ ده كليرنس لي. وبعد كده عندي 3 لينز 3.6، وبعد كده شولدر. طيب انا عاوز احسب الرايت اوف واي اللي عندي هنا كله كام. عندي 2.2 زائد 3 في 3.6 زائد 1.2 زائد ده الكلام ده مضروب في 2 زائد قول في عرض الجيرسي بارير هنا 0.4 زائد 0.4. كام هيساوي الكلام ده كله يا شباب؟ ثمانية وعشرين فاصلة ثمانية متر. Are you sure؟ دكتور 28.8. 28.8. جميل. طيب يبقى هنا احنا هنشيل. دكتور ما اسمع قطعك، بس في السؤال مكتوب ان البارير كان 0.6 مش 0.4. ممكن لو تخليها حيكمل 29 متر بس. سوري 0.6، خليها دي 0.6 وهنا دي 0.6. حيطلع 29 متر. 29 متر. Right of way. جميل. يبقى 9 انا عندي هنا كام لين؟ 3 في 3.6 وفي 3.6 كمان، يبقى 7 في 3.6. بلس عندي 0.6 و 0.6 و 0.6 يعني كام؟ 1.8. جمع دول على بعض وزائد 2 شولدر 27. كم؟ 27. 27 ايوه 27 متر. طب هنطرحهم من 29، هيتبقى لنا 2 متر. يبقى الشولدر اللي هنا هيساوي 1 متر والشولدر اللي هنا هيساوي 1 متر. واضح؟ بقى عندي هنا جيرسي بارير. جيرسي بارير ده الصبحية هيبقى في عندي في الاتجاه ده congested، هيبقى في 4 lanes، في الاتجاه الثاني في 3 lanes. بعد الظهر بينقل الناحية الثانية. واضح؟ طب تعالى نعمل check على level of service. الفري فلو سبيد في اي direction، في direction واحد هتبقى 100 minus اللين ادجستمنت فاكتور زي ما هو زيرو. صح؟ ولكن هنا بقى في عندي خليك معايا دي واحده. اللاترال كليرنس اختفى اختلف شويه. انا هنا بقى في عندي 1 متر. صح؟ الرايت شولدر بقى 1 متر. تمام؟ وعندي نمبر اوف لينز هيبقى 3 او 4، في الحاله دي هيبقى 1، يبقى ماينس 1. تمام؟ وبعدين النمبر اوف لينز 4، يبقى هعمل ريدكشن فاكتور 2.4 و
2.1 تبع الايه الانترتشينج. في اي سؤال يا ناصر؟ ناصر لا دكتور ما سألت انا. ماشي اوكي، حد يجمع الارقام دي على بعض يا شباب دقيقه بس. ده يبقى 94.5 كيلومتر بالاور صح؟ طيب صح. طب يا دكتور عندي سؤال. نعم اقول عندي سؤال، لما طبعا تجي تطبقها في الواقع الريفرسبل لينز، مش ممكن البيفمنت ماركينز حيث يخبطون الناس الموجودين فيها؟ ممكن ما بيتحطش فيها البيفمنت ماركينج الحته دي. اها وقت تطبيقها في الواقع ما في بيفمنت ماركينج، الواقع فيها ما بيبقاش فيها تشانلايزيشن. اها خلاص ما بيحطش فيها اسهم معايا. جود بوينت. طب تعال نكمل. يبقى الفي بي هنا يبقى الفوليوم اللي هو حسبناه اللي هو 5076 ديفايدد باي 0.92 في 4 في 0.95 في 1 هتساوي كم؟ 1485 باسنجر كار بير اور بير لين. دي 1 هتساوي 1485 ديفايدد باي 94.5 هتساوي 14 وحاجه 15.7 passenger car per kilometer per lane. يعني level of service هنا هيبقى في البيك اور هيبقى C. دكتور في بي 1 1450 او 51 في بي 1452 مش مشكلة مش هتفرق معنا كتير هي تايبو بالك، فهنا دي هتبقى ممكن خمسة كمان. تمام الشاهد هنا قدرنا ان احنا كان في حد كان ممكن يقترح ان احنا نعمل لين واخد بالك، يعني نخليهم زي ما هم وفي لين تترحل من هنا تروح هنا، لكن احنا هنا خلقنا بروفايل جديد وخلقنا لين جديده. نشوف الايه الجزء الاخير عندنا من الايفالويشن بتاعنا، هنجرب نعمل اللي هو add HOV lane high occupancy on both sides. ده السيناريو اللي هنجربه B B HOV on both sides. طيب عشان نفهم ال HOV lane on both sides تعالوا الأول نشوف in both sides side 1 وهنا side 2. دكتور بس ممكن تتقفل الجلسة بعد أقل من دقيقة. طب ماشي هقفل أنا دلوقتي التسجيل ونفتح واحدة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية اللي هو الاوبشن بتاع حساب assessment لي high occupancy vehicle lane on both sides. طيب ايه هي ال high occupancy vehicle؟ دي عبارة عن لين احنا بنحطها بيبقى مسموح للسيارات اللي فيها اكثر من عدد معين من الركاب ان هم يستخدموها. هنبتدي ناخد اللي هي 2 بلس، لو فيها 2 او بلس راكب يعني 2 او ما يزيد عن ذلك تمام ممكن يستخدموا اللين دي في ساعة الذروة الصباحية. الداتا اللي عندي هنا بتقول لي ان الكرنت عندي 6%
فيهم اثنين، وعندي 4% فيهم ثلاثة، وعندي 90% فيهم واحد. ده للاثنين، للبوث سايدز، صح؟ طيب المتوقع، طب ده انا اترجمه لتريبس ازاي؟ يعني انا عندي دلوقتي كام رحلة في الاتجاه الاول؟ في الاتجاه الاول عندي كام يا شباب؟ كان 5076 دي vehicle trips، صح؟ من ال vehicle trips 0.9 تمام مضروبين في واحد، one trip 0.04 هنضربهم في اثنين، 0.06 في ثلاثة، ده هنا نضربهم في اثنين، تمام؟ ده هيدي لي البيرسون تريبس، صح؟ حد يحسب لنا الحسبة دي يا شباب؟ باسنجر واحد عندنا 4569 باسنجر. لا عاوزك تحسب لي كله، هتحسب 5000 ثواني، اضرب 1 في 0.9 ترى معي 5787 5787 دي person trips. طيب قال لك ان ال expected 18% تمام هيتحولوا الى 18% two persons في ال vehicle، يعني من دول تمام هيبقى 18.18 تمام في 5787 على 2، يعني 18% تمام هيبقوا 2 persons in vehicle، تمام 12% هيبقى كام؟ 0.12 في 5787 على ثلاثة، يعني بدل ما هم كانوا ثلاثة كل واحد يروح بسيارته، الثلاثة هيجتمعوا في سيارة واحدة زائد الباقي اللي هو 0.7 في 5787 على واحد، يبقى هنا مش واضح في الكاميرا يا دكتور، المعذرة المقاطعة بس مش واضح في الكاميرا، واضحة كده؟ ايه كده واضحة كده كويس. يعني احنا قلنا عندك 18% انت شايف كده النسب قدامك، هنا الاكسبكتد ان 18% يبقوا 2 persons، 12% 3 persons، تمام؟ فاحنا قلنا 18% من البيرسونال تريبس اوكي هيبقى هيندمجوا في سياره واحده، يبقى نقسم على 2 لان دول 2 هيبقوا في السياره، تمام؟ واضح؟ جمع بقى دول على بعض. يطلع كام؟ او بالاخص جمع لي دول على بعض وده لوحده. تطلع 752 اذا كان في 2 passengers او 3 passengers 752.
vehicle. تمام؟ per hour ده هنا ايه؟ high occupancy vehicle. الباقي هيبقى 0.7 في 5.7 4051 كم؟ 4051 طيب بنفس النمط ممكن هنجيب هنا في السايد 2 تمام؟ انا عندي الاصل بتاعها كان كام فيهيكل؟ كان تلات آلاف وتلتمية أربعة وتمانين صح؟ اقسمهم على 5076 واضرب في 5787 يطلع كام؟ أولك عشان أفضل من كده شوف لي الفاكتور ده كام؟ 0.66 اوكي اضربه في 720 481 واضربه في 4051 2674 جميل هنا هيبقى في عندنا نفس الفري فلو سبيد اللي احنا طلعناها في الكيس الاولى خالص في البيز كونديشن اللي احنا كنا بنحسب على اساسها الليفل اوف سيرفيس تمام فتعالى نحسب هنا الفي بي بتاع كل دايركشن الفي بي للاتش او في هتساوي كام 752 ده ما فيش عندك بيك اور فاكتور ما عندكش اللي هو اف اتش في ما عندكش هيفي فيكلز برسنتج فيها هنا يبقى على بوينت 92 في واحد في واحد في واحد تبقى كام؟ ثمانمائة وسبعة عشر ثمانمائة وسبعة عشر passenger car per hour per lane يبقى الدنسيتي في ال HOV lane هتساوي 817 على ال free flow speed اللي هي كانت 93.1 هيكون 8.78 passenger car per kilometer per lane اللي هو level of service B صح؟ yes B جميل طب تعالى نشوف ال density أو ال sorry ال VB non HOV في الباقي اللي ما هماش HOV يبقى كام؟ 4051 على 0.92 في 2 لان في عندك 2 لينز بقى دلوقتي عشان كان عندها 3 لينز في 0.95 في 1 ده يساوي كام؟ 2318 2318 باسنجر كار اور برلين ايوه بالنسبه لل اتش او في اتش او في بتقول ايه يا ناصر بالنسبه لل اتش او في هل احنا ضفنا لين ولا احنا خدنا من اللين اللي هو ثلاثه اخذنا لين من اللينز ما اضفناش لين ما اضفنا تمام تمام فهنا حطينا فهنا بقى عندك 2318 احنا كنا حسبنا الادجستد سبيد كانت تطلع 91 تقريبا 0.2 صح 91.2 احسب لي ده يطلع كام
25.4. بير كيلومتر بير لين. يعني ده ليفل اوف سيرفيس كام؟ اي. اي اي دخلنا في الاي. تمام؟ طيب بالنسبه للسايد الثاني بقى. السايد الثاني الدنيا معقوله. هنقول في بي اتش او في هتساوي على طول 4.81 على 0.92 في 1 في 1 في 1 هتساوي 500 وحاجة تقريبا. 523. وهنقول ان الدنسيتي للـ HOV هتساوي 5.23 على 93.1 يعني هتطلع تقريبا 6. 5.6. كم؟ 5.6. يعني ده A صح؟ صحيح. الفوليوم الـ VB للـ Non HOV هيبقى 2674 على 0.92 في 2 في 0.95 في 1 هتساوي كام ال V B non H O V؟ 1530 passenger car per hour Berlin. يبقى density لل non H O V هتساوي 16.7 على هناخد الفري فلو سبيد 93.1 كام بقى؟ 16 فاصلة فاصلة 4 3 فاصلة 4 3 وده هنا احنا بنتكلم على باسنجر كار بير كيلومتر بير لين. يبقى هنا بقى الليفل اوف سيرفيس بتاعي بقى كام؟ بقى دي. طيب بناء على ما تقدم مطلوب ان حضرتك تعمل ريكومنديشن، ميك ريكومنديشن اند سبورت يور ديسيجن وذ جود ريزنينج. احنا جربنا ثلاث حاجات: يوزنج شولدرز اونلي، يوزنج اتش او في لين، يوزنج ريفرسبل لين. انه اول حاجه ايه اللي نعمله رولينج اوت، ايه اللي نلغيه خالص بره ما هوش من الـ من الـ من الـ من الاختيارات اللي قدامنا. افتحوا الميكروفونات بقى يا شباب عشان نتكلم. اتوقع دكتور اخر واحد سويناه اللي هو الاتش او في لين. يس الاتش او في لين انفيزبل في الكيس بتاعتنا دي صح. طيب دلوقتي الاختيار امامي في حاجتين، يا اما اعمل اوبشن واحد اللي هو يوزنج شولدر اونلي ديورينج بيك اور، او اعمل ريفرسبل لين. انه واحد فيهم اعمله ليه؟ ممكن دكتور الخيار الاول يوز شولدر اورلي ديورينج بيك اور، يوزنج شولدرز اونلي ديورينج بيك اورز ليه؟ اتوقع اذا ما خاب ظني ان احنا كان طلعنا الليفل اوف سيرفيس حقه كان افضل من الباقين. خلينا ابص معاك كده واشوف هنا. ودكتور ما كلفني شيء تعديل عليه. مين اللي بيتكلم؟ انا عتيق. عتيق برافو عليك يا عتيق، ما كلفنيش شيء، دي اول نقطه. تمام خليك معايا. ما كلفنيش شيء. طب ما هو الثاني واخد بالك الريفرسبل لين، واخد بالك هيديني دنسيتي كويسه والدنيا جميله.
ايه مشكله الريفرسبل لين؟ مكلف شوي. جميل. ناحيه تشغيليه يعني. انا عندي مكنه، لو المكنه دي عطلت بيتقفل شعري. خلاص جبنا العيد. صحيح. واضح؟ يبقى هنا المفروض ان الاوبشن بتاعي يكون في الاختيار بتاعه يكون سهل، ما يكونش فيه الوتف ميكانيزم، ما يكونش فيه يعني. كل ما قللت المصاريف التشغيليه كل ما كان افضل. ماشي الحال؟ ماشي الحال يا شباب؟ واضح دكتور. بس دكتور عندي سؤال بسيط. تفضل. بالنسبة لآخر شيء introduce reversible lane. ممكن لو نرجع بس لل عاوز نرجع للسلايد بتاعتها؟ يس. تفضل. لا لا مو هذه اللي قبل شوي، معلش ضيعت. الثانية اللي هي فيها HOV. يس يس HOV. ايوه. بالنسبه لل 0.18 0.12 0.7 ايه 0.18 0.1 النسب حقت المستخدمين الطريق اللي هو مثلا شخصين في السياره، ثلاثه اشخاص في السياره. عدد السيارات بالاول. انت قصدك النسب دي بس صح ولا غلط؟ يا باشمهندس مش سامعك يا ناصر. قطع قطع يا دكتور. يا دكتور ممكن نمر على مسألة الـ HOV السريع مرة ثانية؟ ماشي. الـ HOV لين هو ممكن ناصر اللي بيسأله النسب دي جت منين؟ خلاص؟ النسب دي بتيجي عن طريق ان احنا بنعمل استبيان على سامبل من البوبيوليشن، وبناء عليه بنحدد النسب القائمة، تمام؟ والمتوقعة. النسب القائمة بجيبها من الاستبيان وبجيبها من الملاحظة. يعني ناس بتطلع على الطريق وبتجمع بتشوف كل سيارة مثلا من 100 سيارة كم سيارة عدت وفيها شخصين، تمام؟ هتلاقي هنا 6 سيارة طلعوا من 100، هنا كم فيها كم سيارة عدت فيها 3 أو أكثر، هيطلع 4%. واضح؟ على هذا الأساس احنا بنعمل اللي هو الأسسمنت، بنعمل حاجة اسمها VOR study. طيب الإكسبكتد بنعمل استبيان سيرفي، وبناء على البيانات اللي بيجي لي من السيرفي ببقى متوقع ان هيجي لي مثلا 18% الناس هتركب مع يعني اثنين هيركبوا مع بعض في السياره، 12% يبقوا ثلاثه مع بعض هيركبوا في السياره، وهكذا يعني. واضح؟ طيب نعيد تاني على المساله بتاعت الـ HOV لين. اول شيء احنا بدانا عندنا تو سايدز، سايد 1 وسايد 2. السايد 1 التوليفه بتاعت السيارات 90% 1 باسنجر في السياره، 4% 3 باسنجرز، 6% 2 باسنجرز. طب عاوز احول الفيكل تريبس الى بيرسون تريبس، عملت ايه؟ ضربت 0.9 في الرقم ده، تمام، زائد مضروبه في 1 زائد 0.04 في الرقم ده مضروبه في 3 0.06، تمام، نسبه اللي هم اثنين في السيارة وحولتهم إلى عدد أفراد، تمام؟ فمن هنا طلعت هذا الرقم اللي هو عبارة عن person trips، دي رحلات أفراد. هنا الرقم ده اللي هو total number of passengers يا دكتور. إيه؟ هذا العدد اللي طلعناه اللي هو total number of passengers بالضبط كده، ده حولناه إلى person trips، تمام؟ ورجعنا بقى من person trips رجعناها vehicle trips، فقلنا ان 18% هيبقى 2
passengers. يبقى 18% من البيرسونز دول هنقسمهم على اثنين، كل اثنين في سيارة، و 12% من التوتال بيرسونز دول هنقسمهم على ثلاثة، يبقى كل ثلاثة في سيارة، وهم دول مع بعض اللي هيشتغلوا فين؟ في الـ HOV lane. لكن اللي هو شخص لوحده هيبقى 70% من هذا الرقم، تمام؟ من البيرسونز دول طلعنا هذا الرقم، دول اللي هيمشوا في بقية الطريق. واضح؟ عرفتوا احنا يعني دكتور ممكن انا اسوي اسسمنت لو العدد عالي الباسنجرز ثلاثه واكثر في سياره واحده حصلت النسبه مرتفعه ممكن اخلي الاتش او في لين بس احسبها الفري باسنجرز بالضبط على حسب الاستدي بتاعتك. تمام انك انت بتشوف انت بتحاول تحط الكلاسيفيكيشن بتاعها. تمام بس لاحظ حاجه، احنا مش عاوزين يبقى في عندنا السيتويشن اللي هوريها لك دلوقتي، خليك معايا دي واحده. مش عاوزين يبقى عندنا الحالة دي يا شباب. هي مش دي بالظبط اللي احنا كنا بنتكلم عليها. فكرة الـ HOV يكون فاضي واللينز العادية تكون زحمة. زي كده. يعني شايف هنا حضرتك الـ HOV ماشي فيها كم سيارة. تمام؟ وهنا الكل مزدحم في هذه المنطقة. هنا ليفل اوف سيرفيس اف، تمام، وهنا اي ما ينفعش. واضح؟ ماشي يا شباب. ففي الكيس اللي كانت عندنا هنا كان احنا وصلنا للحاله اللي شبيهه بكده، يعني احنا وصلنا ان تقريبا التو لينز بتوع الاتش او في لين الدنيا فيهم ليفل اوف سيرفيس بي واي، لكن الدايركشنز الثانيه اي اي ودي، ما وصلناش للاف، الدايركشن الثانيه كانت سيئه يعني. واضح؟ طيب دكتور 0.66 اللي موجوده هنا فين 0.66؟ موجود ال الطرف اللي احنا ضربنا فيها، ضربنا في الارقام دي. يس. تمام؟ دي واحدة. أنا لما قسمت الرقم ده على الرقم ده طلع لي 0.66، صح؟ مش هو نفس الحسابات هنا هتبقى نفس الحسابات هنا؟ تمام؟ إلا صحيح. فهنا الانبوت وده هنا الانبوت، فجبت الفرق النسبة بين الانبوت ده والانبوت ده، جبت النسبة دي، صح؟ والنسبة دي ضربتها في كل حاجة هنا هتطلع لك نفس الرقم ده، يعني لو ضربتها في الدنسيتي دي 8.78 هيطلع لك نفس الدنسيتي دي اللي هي 5.6، لو ضربتها في ال 25.4 هيطلع لك 16.43، just to save. بس أنا ما اشتغلتش بيها، أنا بس عدلت بيها الفوليومز، جبناها عشان نجيب الفوليوم، ضربت ال 0.6 في الفوليوم ده وضربت ال 0.6 في الفوليوم، فطلع لي الفوليوم ده هنا والفوليوم ده هنا. واضح يا باشمهندس؟ واضح. ايه تاني؟ اي اسئله؟ ال اتش او في واضح، بس عندي سؤال يا دكتور. تفضل. اذا كان عندي طريق ونسبه التراكس فيه عاليه وقررت مثلا اني امنعها مثلا في البيك اور ولا اني اسوي لينز خاص في التراكس فكيف اتعامل معها؟ نفس الشيء، انت هتشيل التراكس صح؟ بس لما هتشيلها انت هتضرب الفوليوم بتاع التوتال فوليوم هتضربه في 1 ماينس نسبه التراكس، يعني لو كان عندك مثلا نسبه التراكس 15% صح؟ يبقى الفوليوم اللي عندك اللي في الباص هتضربه في 1 ماينس 0.15، تضربه في 0.85، دي رقم واحد.
رقم اثنين مش هتقسمه على ال FHV. ال FHV في الحالة دي هتصبح واحد معايا بس. ايه تاني؟ جميل يا شباب. طب هنكتفي بهذا القدر. تمام.